يختتم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم زيارته لفرنسا، ومن المقرر أن تشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وفرنسا لتطوير ترام الإسكندرية، ومذكرة أخرى بشأن التعليم الفني والتدريب، وذلك بحضور نظيره الفرنسي مانويل فالس، ويعقبها مؤتمر صحفي لكل منهما. قال وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان إن بلاده ملتزمة بتسليم طائرات الرافال لمصر في الموعد المتفق عليه. وخلال لقائه برئيس الوزراء إبراهيم محلب في باريس، قال لودريان إن توقيع عقدين جديدين لبيع رافال لن يؤثر على هذا الالتزام. أضاف أن بلاده ملتزمة أيضا بتسليم الفرقات الفرنسية إلى القوات البحرية المصرية في يوليو المقبل لتكون ضمن الأسطول المشارك في افتتاح قناة السويس الجديدة.